نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت مؤخرا بمصر لم يكن وليد الصدفة، وإنما بسبب تضافر جهود مؤسسة الدولة للخروج بالشكل اللائق والرائع. كأس العالم لكرة اليد امتحان صعب في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وتوقف النشاط لفترات طويلة، ومن ثم إلغاء بطولات كبيرة في دول متقدمة. تنظيم مونديال اليد حصل على العلامة الكاملة ونال إشادة جميع الدول المشاركة وغير المشاركة بعدما نجحت مصر في فرض الكبسولة الطبية. ورغم عدم السماح بوجود جماهير خلال فعاليات البطولة، إلا أن شركتي بريزنتيشن وتذكرتي بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة التي سخرت جهودها نجحوا في تقديم مصر بشكل رائع، مؤكدين قدرة أحفاد الفراعنة على استقبال أي حدث عالمي. في النهاية، إشادة العالم بتنظيم مونديال اليد وتشريف المنتخب الوطني بأداء رائع أكد قدرة المصريين على قبول أي تحدي وأحرج الجميع بالنجاح الباهر للبطولة.